بالنسبه للعين، العين راه الدراري كيجيو كيجيو من كيجيو من كاع النواحي ديال تنال تاروكا، كيجيو من يتباهاو النواحي كيجيو الدراري اللي عنده شي موتور ولا شي حاجه ترونسبور من عندهم كيجيو كيعوموا الناس. ولين اللي خاصنا حنا هنا دابا هاد الشارجه راه مفرقع وقيله كيدوز الماء، فهمتي؟ خاصها لي يعمروا، خاصها لي قادو، راه حنا قبيله قديناه باش نعمروا، لقينا بلي الشارج مفرقع ومودادي، قالوا لنا الدراري مودادي والشارج مفرقع كيبغيو يعمروا، ما كاين اللي زعما ما كاين اللي كيتسوق ليه، ما كاين اللي يتسوق ليه، راه الدراري بغاو يقدوها ريوسهم ولكن ما عندهمش. والما ديما حنا كنخويو وحنا كنعمروه. المهم هاد البلاصه بعدا مهمشه صراحه، بلاصه زوينه، انت كتشوف بلاصه زوينه واللي مهمشه. خويا طاح داك النهار تلاح ضرب راسو مع الارض، بغينا نديو نديرو ليها الدواء، مشينا سميتو السبيطار لقينا سال، بقينا ندقو تمايا حتى واحد السيد اللي خدينا عنده شويه ديال الدواء حمر وهذا، وقضينا الغرض ريوسنا وكنبغيو بعدها نتغداو. دابا راه ما غديش، بغينا نتغداو، ما كاين ما كاين لا قهاوي، ما كاين لا الا جبتي معاك شي حاجه من الدار تقضي الغرض. المهم كما قلت لك راه ما كاين لا شي حاجه، شي سبيطار، لا ما كاينش طارو ديال الزبل. الناس كيجمعوا الزبل ريوسهم يلوحوه في الخلا، كينقيو هذا الشيء ريوسهم. شي حاجه بانت لك الدنيا منقيه، راه نقيو الناس ريوسهم، يا اما شي مسؤول شي واحد، راه ماشي غير هاد البلاصه صراحه، راه تنالت كلها وايت صوب كلها. كنجي لهاد المنطقه هادي، هي الصراحه زوينه منطقه سياحيه، ولكن هاد المشاكل اللي كنلقاو فيها ديال بنادم كيلوح لك الازبال هنا، كتكون شي حاجه ديال الجاج، بنادم كيعوم كيخرج من الماء كيضربوا الجاج، كتولي في واحد الحاله اللي حتى السبيطارات هنا والو ما كاينينش. كنطالبوا من الناس ديال المنطقه زعما يتدخلوا ويديروا لنا شي حل، حيت هاد الشيء هذا اللي كنطيحوا فيه راه صعيب علينا، وكاين عندنا الدراري الصغار، سميتو بنادم الدراري الصغار يكون كيلعبوا هنا ما لابسين والو يضربهم الجاج، فين غنوليو ديك الساعه؟ كنطلب من الناس ديال المنطقه يتعاونوا معنا، حيت حنا برانيين كنجيو زعما من بلاصه بعيده، كنجيو كنبغيو ندوزو العطله هنايا وكنلقاو مشاكل بزاف. اولا بعدا كنشكر هاد الصحافه اللي جايين عندنا حتى لهاد البلاد، وجايين باش يعرفوا المنطقه وتعرفوا عليها وداك الشيء. وبالنسبه خويا داك الشيء اللي سولتيني عليه، بالنسبه لهنا هنا زعما الماء كاين الحمد لله، الماء موجود والطبيعه هي هذه وكل شيء بخير، ولكن الزبل داير لنا مشكل هنا. الناس كيجيو كيخليو الزبل هنا، كيخليو الميكات ديال الزبل وكيمشيو، كيجيو وحدين اخرين كيخليو ميكات اخرين حتى هما كيمشيو حتى كيطبروا بها هنا بالزبل، وحنا شي وحدين كنطوعوا، حنا اللي كنجمعوا ديك الزبل وكنحرقوه بالليل عا بعد الخطرات، وداك الشيء كيكون كثير. هنا كتشوفوا دابا المشكل اللي كيعيش فيه الشباب ديال المنطقه، لان الاغلبيه كيجي في العيد الكبيره ولا في العطله الصيفيه، ولكن المشكل اللي كيتعرضوا ليه هنا وهو كثر التهميش والاقصاء لهذه المنطقه السياحيه. عدد ديال الناس ديال الزوار كيجيو لهذه المنطقه، ولكن ما كيلقاو ادنى شروط اللي هو غير طرو او لا شي حاجه اللي غيجمعوا فيه الازبال ديال هنا ما كاينش. يعني المجلس البلدي ما كيقدم حتى شي حاجه لهذا المشروع اللي كاين هنا في تركوان توشكا، اللي هو منبع تاريخي. ملي كنقولوا تركوان توشكا كنقولوا عين تركوان توشكا، يعني هذا العين هو اقدم عين التاريخ ديال المنطقه، وهو باش معروفه هذه المنطقه، ولكن هاد الناس كيقتلوا ما هو ثقافي او ما هو تراثي في هذه البلاد، كيقتلوه بهذا الاقصاء والتهميش. كتشوفوا هاد لابيسينات ولا هاد السوارج من نهار تصاوبوا جا هذا المجلس في 2009 حبس هذا الشيء تهمش، يعني حتى شي حاجه ما كتزاد هنا الا التهميش ورا التهميش. اي مشروع اللي غادي يقدم تركوان توشكا لقدام الا هذا المجلس كيحاول يحبسوا ويعرقلوا حتى كيفوت. ملي كتقرب الحمله الانتخابيه عاد كيوليو كيديروا لابيسينات، غيديروا لهم الفايانس، غيديروا الرخام، غيديروا ما عرفتش، غادي يزيدوا هنا قريب يقولوا غير غادي يركبوا الكليماتيزور لهذا الجبل، هذا الشيء اللي كيبقى لهم يقولوا في الحمله الانتخابيه. ولكن ملي كتفوت الانتخابات كيتجمع هذا الشيء كلشي كيتطوى حتى كتوصل عود الثاني 2026 عاد غيبان لهم العين تركوان توشكا. كنترجاو من هاد المسؤولين اللي ما خدمش ودوز جوج ولايات يحشم على عراضه ويعطي اتساع لهاد البلاد، لان اي بلاد راه عنده النساء ديالو وعنده الرجال ديالو. اللي ما قادرش على شي مسؤوليه ما يدخلش ليها، لان حتى شي واحد ما كتمشي عنده السكينه تفرض عليه باش يترشح. شي واحد اللي كيجي كيقول لك راه كندير في جيبي كنخسر الفلوس في جيبي، فعلا كيخسر الميزانيات ديال
المنطقه على جيبو وعلى ولادو. كتلقى مسؤول هنا في الجامعه كل ولايه كيخرج ديك الطوموبيل من ارفع الطوموبيلات اللي كاينين في السوق، ولكن ملي كتجي لمسقط راس ديالو اولا كتجي السونتر ديالو كتلقى اضعف حاجه وهو الماء الصالح للشرب ما كاينش. وكتلقى هاد السريج دابا هاد الشباب اللي كيعوموا فيه هما اللي كيعمروه، هما اللي كيتكلفوا بالنظافه ديالو. كتشوفوا هاد العزبه اللي كيتجمعوا هنا راه كيجمعوهم هاد الناس اللي كيجيو، عيب وعار باش تكون الجامعه بالميزانيه ديالها وبالموظفين ديالها وما يقدرش يجمعوا حتى الزبل في جوج مترو. الرساله هي الناس المسؤولين يجيو يطلوا غير هنا، يجيو غير يطلوا راه غيبان لهم ما يديروا، الا كان عندهم شي وجه صراحه، الا عندهم شي وجه باش يحشموا. تجي كطل راه انت كتمرق، حنا جينا قدينا هاد الشيء ريوصنا. أجاو الدراري قبيلين بقاو هاد الشيء، حيدوا الغيسه انت الدنيا كي ولات كتبان نقيه، غي الشارج مفرقع فهمتي. الا قدينا دابا حنا عاوتاني راه نجمعوا شي حاجه من عندنا ونصيبوه، والله ما نتسناوهم.